لك زميلي حامد، أهلا من جديد مشاهدينا. ملفنا الأول عن تبعات النزاع في السودان التي تستمر وتلقي بظلالها على قطاعات عدة أبرزها التعليم. وصل الأمر إلى حد إغلاق مدارس وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام الدراسي بحسب وزارة التربية والتعليم في السودان. وأوضحت الأمم المتحدة بدورها أن 89 مدرسة على أقل تقدير في 7 ولايات تستخدم كملاجئ للنازحين، وهو أمر يثير مخاوف من عدم تمكن أطفال كثيرين من الالتحاق بالمدارس في العام الدراسي المقبل، ما يجعلهم طبعا عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة. هذا تماما ما أشارت إليه منظمة أنقذ الأطفال، إذ قالت إن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع إلى 9 ملايين بعدما كان نحو 7 ملايين، بينما نزح أكثر من 1 مليون طفل في سن التعليم وأغلقت مئات المدارس منذ بدء الاقتتال. هذا الواقع السيء أصلا لقطاع التعليم انعكس كذلك على فئة المدرسين، إذ قال عضو بارز في لجنة المعلمين السودانيين إن ما يصل إلى 300,000 مدرس لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مارس الماضي. لكن محاولات تخفيف حدة هذه الأزمة تستمر بتخصيص مساحات آمنة للتعليم قد تمكن صندوق التعليم لا ينتظر التابع للأمم المتحدة من جمع 12.5 مليون دولار، وذلك لتوفير خدمات تعليمية لنحو 120,000 طفل في السودان والدول المجاورة. من واشنطن معنا أيمن ثابر، هو عضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان. سيد أيمن، أهلا وسهلا بك معنا. هذا الموضوع ربما تناولته منظمات حقوقية دولية ومحلية، ومسألة هشاشة التعليم كانت مطروحة حتى قبل الاقتتال، فكيف علينا أن نتصور خطورة الأزمة والوضع الحالي بتراكم الأسباب التي أدت له؟ مرحبا بك مال، وتحية لك وللمشاهدين. حقيقة وضع التعليم هو وضع مأساوي ضمن مأساة كبيرة هي مأساة الحرب، ولكن كما أسلفت وذكرت يعني أن هو وضع التعليم كجملة الأوضاع السيئة للخدمات التي تعانيها الحكومة السودانية من وقت طويل حاولت معالجة بعض الأوضاع، لكن كما تعلمين مرت المدارس وحالة التعليم في السودان بظروف مختلفة من قبل الثورة، خلال الاحتجاجات، خلال إغلاق المدارس في عدة في مرات، من خلال الاحتجاجات التي كانت وجاءت الفترة الانتقالية، وظل الوضع كما هو عليه في. لكن تتخيلي أن بعض الطلاب في الجامعات ما زالوا في الجامعة منذ التحاقهم في 2017 ولم يتخرجوا حتى الآن، وحاليا في ظل الحرب تفاقم الوضع أكثر. هذه الأعداد المتزايدة الآن هي أعداد غير نهائية، وهي لا توضح حجم الكارثة التي تمت في السودان في قطاع التعليم فقط، هو ضمن قطاعات أخرى كقطاع الصحة، كقطاع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، يعاني من سوء الأوضاع التي تمت الآن بعد الحرب، ومن عدم الانتباه لخطورة ما يتم. فلك أن تتخيلي أن أعداد من نزحوا إلى دول مجاورة الآن يواجهون أوضاع متعلقة بالظروف وإجراءات العملية التعليمية في هذه البلدان التي ليست لها علاقة بالسلم التعليمي في السودان. ولك أيضا أن تتخيلي من نزحوا داخل السودان أيضا هم يعانون من الظروف بتاعة المدارس التي هم في المناطق التي نزحوا إليها. هذه المدارس الآن هي ملاجئ لمن هم نزحوا خوفا من الحرب. دعنا نضيء أكثر أستاذ أيمن على خطورة الموضوع. نحن لا نتحدث عن حتى عن 4 ملايين طفل لجأوا داخل أو خارج السودان، نحن نتحدث عن جيل كامل قد يحرم من التعليم، قد يتأثر ويتأخر في مساره التعليمي. هل يتعلق الأمر فقط بمسألة العمالة والحرمان من هذا الحق، خاصة وأن تقارير تتحدث عن إمكانية تجنيد هؤلاء الأطفال؟
هذه حقيقة طبعا، والوضع الأسوأ هو العامل النفسي. الأطفال الذين يعانون ويلات الحرب في السودان الآن يمرون بأزمات نفسية مختلفة على درجات متفاوتة. لكن تتخيلي أزمة الخروج من منازلهم وعدم الأمن والأمان، نزوحهم إلى مناطق جديدة ومحاولة الاستقرار فيها. والآن بعضهم كطلاب الشهادة السودانية مثلا، لهم كان أحلام بإكمال مرحلتهم الثانوية والالتحاق بالجامعات. لكن تتخيل الوضع الذي يعانونه الآن بحرمانهم من التعليم، بحق في التعليم، من إمكانيات الظروف، الوضع العائلي للأسر نفسها التي الآن تواجه ظروف إدارة الاحتياجات اليومية والحياتية لهم، والتعليم جزء منها. ما الذي يمكن أن يفعلوها في بلدان مختلفة؟ إذا المأساة هي مأساة كبيرة جدا وذات أبعاد مختلفة. ما يتم الآن وهو الخطورة الكبرى، أن بعض هذه الظروف التي فرضت على هذه الأسر والأطفال جعلت بعضهم يفكرون في الالتحاق بمصادر دخل، لأن الوضع الاقتصادي لهذه الأسر يواجه مأساة. وهذا متاح لبعض الميليشيات تجنيد بعض الأطفال من العمرين في هذه الميليشيات المختلفة. وهذا ليس فقط حرمانهم من الأمن والأمان ولا التعليم، ولا حرمانهم من ظروف الحياة المناسبة في بلدانهم أو نزوحهم، ولكن الزج بهم في آتون حرب لا يمكن أن يكون وضع مقبول به. وهذه هي الحوجة التي تستدعي الآن التدخل العاجل لهذه المنظمات طيب، الإنسانية كاليونيسيف وصلنا إلى وسيف ذا التدخل هيومن العاجل. هنا وغيرها. لن أسألك عن الحل، لأنه منطقيا مرتبط بوقف الاقتتال وعودة الدولة، ليعود التعليم أولوية إن عاد. لكن في هذه المرحلة بما هو متوفر من إمكانات، هل من مبادرات دولية إقليمية تعنى بالتعليم تشجيع سواء المبادرات المجتمعية أو ربما ضمان التعليم عن بعد عبر الإنترنت، أو أي منها يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ طبعا هنالك شريحتين، اما يجب الانتباه الى انه في جزء من اللاجئين والنازحين هم في مناطق تمر بازمات الوضع الامني والحياتي والخدمات المتوفره داخل السودان. وهؤلاء بالتاكيد حلول وقتيه عاجله التعليم عن بعد او توفير معلمين عن بعد يمكن ان يواصلوا في منهجهم الدراسي وغير وارده لظروف الحياه نفسها والوضع الامني الداخلي. هنالك الازمه الاخرى هي توفيق اوضاع النازحين في بلدان الجوار بما فيها في السور في مصر او في بلدان اخرى. هنالك احتياجات ماليه وضروريه لالتحاقهم بمدارس خاصه في هذه البلدان. السؤال الاكبر ايضا، أي نوع من التعليم يجب أن يتم التحاقهم بهم لتكمل التعليم؟ هل يتم إلحاقهم بالسلم التعليمي السوداني أم بالسلم التعليمي في هذه البلدان؟ وهو سؤال مصيري ومستقبلي بالنسبة للأسر وللأطفال نفسهم. هذه يعني بمثابة معضلة أكبر. أنا أفتكر أن الضرورة القصوى حاليا هي توافر الجهود الدولية والإقليمية لتوفيق أوضاع هذه الأسر النازحة في بعض البلدان وداخل السودان، وتوفير مرتبات لمعلمين يمكن أن يواصلوا مثلا إدراج هؤلاء الأطفال في برامج تعليمية تحافظ على ارتباطهم بالمنهج التعليمي في الوقت الراهن لحين انتهاء الأزمة، التي نتمنى جميعا أن ينتهي اليوم قبل الغد، حتى يعود هؤلاء الأطفال إلى حياتهم لعلها الطبيعية. رسالة من هذا المنبر إلى الأهم من المنظمات، ذلك كمان هو وجود مراقبة المنظمات حول الدولية تجنيد المعنية أطفال قصير. من يس، اليونيسف أو تجنيد غيرها. الأطفال. شكرا جزيلا لك من واشنطن أستاذ أيمن تابر، عضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان.